هيك لكان عم تبعتي وراي وتراقبيني، عم بتصوريني وأنا قاعد مع بنتي. لك لهون وصلت معك؟ أنا مو مشكلتي إنك تقعد مع بنتك. هلا خلي كل شي على جنب. هلا لخطر ببالك تعملي مشكلة بأسوأ وقت عم مر فيه بحياتي، مع أني حكيت لك عن المشكلة اللي صارت اليوم بالمكتب. لا دخل اليوم ولا دخل مبارح بيبي، انت عم تقولها عنا مشكلة هلقد قدها وحضرتك لسه فارد ايدك، يعني لو انا اللي طالب المصاري كنت لقيت 700 مليون الف حجة، بس لما غيري بيطلب المصاري يا بيبي اطلب تعطى. بس ما في مشكلة، ما في مشكلة. فعلا فعلا ما في مشكلة. لا تفكر بيبي انك تراضيني بكلمتين. لا لا خليكي، أنا رح أفتح. أهلين غزوان. صهري الغالي، الله لا يحرمني إلهي. لك أنت شو جابك لهون؟ أنا اللي طلبت منه يجي، عايزه بموضوع كتير كتير ضروري. تفضل. كنت عارفان يا صهري إنك رح ترجع ثقتك فيه. أساساً أنا ما بزعل منه شو ما عمل فيني. يعني معناها أنا ممكن أطلب منك أي طلب وتنفذه صح، صح؟ ليش شو بدك من غزوان؟ ما جاوب. طب أعرف نفذه وبالحرف وحياتك. عال، إذا رح أطلب منك تاخذ أختك وتطلعوا سوا من بيتي. بيبي؟ أنا طالع غير وعي ولما أرجع ما بدي أشوف حدا منكم. بيبي فهمتوا؟ طار البيبي. ما في مشكلة، ما في مشكلة. اوف. الو. اهلين طانت ريهام، بدك ياني بخدمة؟ ماشي باي. شو بدها هاي؟ بدها ياني بخدمة. معلم بس واحدة هوت شوكليت بس تكون باردة لو سمحت. شبك أختي، خلينا نطلب منك الشغلة، هيك عم يضيع الوقت على الفاضي. لك غزوان شو صار لك؟ حمل حالك واختفي. أختي كل ما تقولي اختفي بدي اختفي، ما عاد بينت على الخريطة. غزوان عم اقول لك حمل حالك وامشي خلصني، قربت تصل البنت. بالضبط، هاي فرصتها. لك فرصة شو يا بني ادم؟ عم اقول لك قوم حمل حالك وروح. يا اختي اول ما تجي برمي شباكي عليا بنظره وحده بس بصطاد لك اياها. بدك تصطادها يا كازانوفا زمانك. قوم 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 خلصني قوم. لك صدقيني هلا الوضع غير، الطبخه صارت جاهزه. لك انو طبخه يا غشيم؟ أنا طبخة يا فهيم؟ عم أقول لك أنت ما عرفت تطبخ هالطبخة لما كنت قاعدة أنا ببيت البيبي، هلأ لما تقلعت صرت بدك تطبخ مثل العالم والخلق يا فهيم؟ قوم قوم، أصلاً هذا كله كان بسببك. بسببي؟ أنا شو دخلني؟ ما أنا لو كان في عندي أخ مثل العالم والخلق ما كان صار فيني هيك. يلا قوم انقلع قوم. ماشي رايح رح انقلع، لا تهنيني بشي. اشربي أنت الهوت شوكليت الباردة تهني فيها. معقول يكون في مشكلة؟ سلم ايديك. وأحلى كاسة نسكافيه لأحلى قمر. على فكرة مانك مضطر تنطر، يعني لا تفكري مثل هدول المغتربين اللي ما لهم خلق. لا لا أنا ما عندي شيء أصلاً. بعدين اكتشفت لك اكتشاف. هات لشوف. كنت دائماً مفكر إنه أكيد في فائدة لانتظار الأوراق الرسمية شي 6-7-8 ساعات. حلو. وشو طلع معك؟ طلع معي انه في اطيب من كاسه النسكافيه بالعالم. قدر شو؟ كانك عم تحاول تفهمني بانك معجب فيني بس بطريقتكم هون. هلا انا متاكد انه عندكم نفس الطريقه بس بالانجليزي، واذا في كتالوج بنمشي عليه بالحرف. شو؟ انت شو عم تحكي؟ ايه والله يا نور، طلعت القصه كلياتها براسي. براسي براسك مانو مهم،
هلا المهم ريهام بس ركزي معي شوي، فيكي تحكي لي بالتفصيل شو اللي صار؟ لك يا حبيبة قلبي، مثل ما قلت لك، هذا التاجر أبو طالب في له مصاري مع أبوكي، والواضح إنه هو مبلغ كتير كبير. راح على الشركة وعيط وسب وخانق قدام الموظفين كلهم. عم إجا أبوكي على البيت متفشش فيني. أوف، لهالدرجة وصلاني مع بابا؟ هذا يلي درينا فيه، يعني أكيد صاير شي فظيع مع أبوكي لحتى ما عم يقدر يسمع ولا ربع كلمة مني. أنتي بتعرفيني، يعني أنا إلي تم ياكل مالي تم يحكي. بتعرفي أنا قديش بحبه للبيبي وبخاف عليه، يعني ما بيهون عليه زعله أبدا. طيب إمتى صار كل هاد؟ اليوم. وتخيلي، يعني أنا اليوم كنت عم حاول أقنعه إنه أنتي لسه ما بلشتي شغل بالشركة، طيب خلينا نبيع الشركة، طب خلينا نبيع البيت. لك تخيلي إني عرضت عليه حتى نبيع البيت اللي نحن ساكنينه، بس ما رضى. نور، عشان الله ساعديني، أنا ماني غيرك، أنتي بتعرفي أنا قديش بحبه للبيبي. عشان الله ساعديني، يعني احكي معه، طيبي خاطره بكلمتين، الله يوفقك. نور، 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 لا تتركيني نور.